أقامت مرشحة تحالف عزم في محافظة نينوى عن الدائرة الخامسة هند القيسي مؤتمرها الانتخابي الأول في حي المأمون، وأعلن الأهالي دعمهم لمشروع القيسي الانتخابي الذي لخص جميع معاناتهم وهمومهم. وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من أهالي المنطقة ووجهائها وشبابها. هو النهوض بكم وبناء وطن يليق بكم، فأنتم خير شعب بخير وطن، أدامكم الله بحفظه. على حضوركم في هذا المؤتمر، أنتم أمل هذه البلاد ومستقبلها. من واجب الجميع التوجه إلى صناديق الاقتراع والاختيار وفق ما يلبي تطلعات المستقبل. تلهب وتسعر تشب على الحول بسناها، يا قلبي بطل تراني وياك بسناها، وقبل ان تعاشر خوي بهذا الزمان انخلى، واحذر غدر صاحب ما رحم بيك انخلى. الشين مهما علا وصارب على تنخلى، ايد الانذال تهبى ان شان بسناها.